أحسن الله إليكم. تقول: لي أطفال صغار عمر أحدهم سنتان والأخرى 9 شهور، ويلعبون دائما أمامي وأنا في الصلاة وبين يدي، فلا أقدر أن أعتزل عنهم. ثم تكشف الطفلة بعضا من شعري إذا جلست في الصلاة، فما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة إن شاء الله، ولا يضرك مرور الأطفال أو لعبهم حولك. وأما كشف الشعر فيجب عليك المبادرة بستره، لأنه من العورة، ومن شروط صحة الصلاة ستر العورة. فإذا انكشف أو كشفه طفل، فالواجب المبادرة بستره، وصلاتك صحيحة إن شاء الله. نعم.